إذن فتحت السفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأوروبية أبوابها في تمام 9 من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام المواطنين من أبناء الجاليات المصرية للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة 3 أيام. ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين في معظم العواصم الأوروبية بعد عصر اليوم الجمعة، وهو يوم عمل بالقارة الأوروبية، بالإضافة إلى يوم غد السبت وبعد غد الأحد العطلة الأسبوعية في معظم هذه الدول. وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع، إيمانا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور. وفي ذات السياق يواصل المصريون بروسيا التوافد على مقر السفارة المصرية بموسكو للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي الأهم لاختيار رئيس مصر. أما في تركيا فقد توافد أبناء الجالية المصرية على اللجنتين الفرعيتين بالسفارة المصرية بأنقرة وقنصلية مصر باسطنبول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري والقانوني. ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم. هذا وكانت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج قد أنهت استعدادها لاستقبال أبناء الوطن في الخارج المشاركين في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت اليوم الجمعة في الساعة 9 صباحا بتوقيت كل دولة وتستمر لمدة 3 أيام في 137 مقرا انتخابيا تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية. من جانبها أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام 3 المحددة للانتخابات بالخارج، سواء كان مقيما أو زائرا لفترة وجيزة، له الحق أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن للرقم القومي.